السلام عليكم الإخوان أخوات، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. المهم كما كتشوفوا الموضوع عنده علاقة بالمؤشرات الإيجابية كما قلت في المينياتور ديال هذا الفيديو هذا اللي غنتكلم. ما غاديش نحاول نطول لكم بزاف، على حسب المتطلعات والأسباب اللي خلات من أكتوبر نوفمبر وحتى اليومين هذا كندير واحد المتابعة على الشيء ديال العقار. وكما قلت هذا المقال هذا كيهضر على كما كتشوفوا هنا يعني بريسيو بيبيانداس اسمينا ديال السكن 2020 كيفاش غيكون واحد التطور. ما غاديش نتعمق بزاف في اللي فات لان كنقول لكم انا هادشي هذا الثمن ديالو كيفاش تطلع الاسباب الى اخره. كاين ثاني هنا الثمن ديال السكن فيرسس الثمن ديال الكراء. اللي انا اللي بان ليا بزاف هو هاد القضيه ديال الصعوبات للشراء. تصوره كتبين واحد يعني واحد الشابه كتحاول تطلع كاين واحد الصعوبات العقبات الى اخره. لاجي نشوفوا علاش فهاد 5 سنين اللي فاتت كما كيقولوا هنايا ان راه الاثمنه ديال السكن ولا ديال العقار صراحه طلع حتى لواحد الدرجه ديال 10%، هي 10%، ولكن الصالير ديال السكان المواطنين ما طلعش، بقى مبلوكي كما هو، وهذا هو اللي كيخلق هذيك الازمه. رغم ان ثاني كما كيقول لك لو سانونسي دي كريسيس، وهاد الاعلانات اللي كنسمعوا ديال الازمه بغينا ولا كرهنا هان تردوا البال باش نشوف يعني باش نكون واقعيين. الثمن كما كيقولوا هنايا ديال بيبينا راه غادي يبقى يرتفع، ما قلناش لا، ولكن شنو غادي يبقى؟ كيقول لك نولو ارا هي، ولكن ما غاديش يكون الارتفاع ديالو ماشي عفوا هي هنا بيرنو راه الريتم مشكله فيها انت، يعني ما غاديش يكون هذاك النمو كما كنعرفوا حنايا، حيت كاين واحد الحاجه سميتها ديسالسيليراسيون اللي هو داك النمو الارتفاعي غادي يهبط، غادي يولي انخفاض على بزاف ديال الاسباب، منها الخوف، منها ان الناس تعلموا من الاخطاء ديال الازمه اللي فاتت الى اخره، كما واحد النهار تكلمت عليها في واحد الفيديو ديال الازمه في اسبانيا في 2020 والقيل والقال. حاجه اخرى ثاني اللي بغينا نعرفوا ان حتى الكرا تا هو راه غيكون واحد الارتفاع، ولكن ما غاديش يكون كما دابا ولا البيع الشراء وكل شيء هادشي كامل. رغم ان كما كنقول وكنعاود راه كاينين بروجيات اخرين منهم تشكيل ديال الحكومه باقي ما صدرش، القرار ديال واحد لابيبيان دا سوسيال اللي ما طبقش اللي هو السكن الاجتماعي اللي كيكون مرخص ومعطي من الدوله بحال كيكون بحال ب 80 90 اورو الشهر لواحد العائلات اللي كيكون عندهم مشاكل اجتماعيه اقتصاديه الى اخره الى اخره. هذه من جهه، لان راه الديور اللي تبناو جداد انا ما كنهضرش عليهم، ولكن بعد الازمه هذه حتى الديور جداد ما عندهم ما يديروا بهم وخصهم يتفكوا منهم، يعني كتسمع على نوفا اوبرا اللي هي السكن الجديد وحتى السكن دي سيكوندا مانو اللي كنعرفوا، يعني ان شاء الله ما يكون على خير. غادي ندخلوا ثاني نشوف المقال الثاني اللي بان ليا اكثر هو السيكلو. كما كنعرفوا حنايا كاين واحد السيكلاج ديال نعاود ندخل مزال مره اخرى حيت المره كتشي ليا، كيقول لك هنا كامي دي سيكلو المستقبل الحاضر والمستقبل ديال السوق ديال العقار او ديال السكن. كما كتشوفوا هنايا كاين واحد الموديراسيون ديال لا كومبرا بينتا بيرو تامين الكانثا الى الكيلير، يعني غادي يكون واحد نقولوا حنايا الموديراسيون يعني واحد الحاجه اللي هي بين وبين، يعني كاين واحد كيفاش كتقال الموديراسيون بالعربيه، الموديراسيون غيكون واحد الحاجه اللي هي معتدله اللي غيكون واحد الاعتدال لا من السوق ديال البيع والشراء ولا حتى القضيه ديال علاش ما عرفتش كيطلع لي هذه حتى الكرا، يعني بجوج فيهم غادي يكونوا تمايا ان شاء الله. فكيقول لك البيبيان دا السكن راه 21% ارخص باركين لو كومبرا، يعني دابا ولا السكن كيكون رخص اللي غادي يشري على اللي غيكري، حيت ما يمكنش غادي نقارنوا حنايا واحد الانسان كيجي كيلقى الثمن 600 700 1000 1200 يعني اثمنه ولا عقار يعني شي حاجه اللي خياليه مع هذاك اللي غيشري. الا غادي تشري عندك الكاش كتخلص وكتهنى، ولا ما عندكش الكاش عندك شي حاجه وخدام كتفينانسي كيولي عندك الكوطه رخيصه كتجيك 150 180 200 اورو للشهر وانت ساكن حسب تاني المنطقه. ولكن المهم هنا بغيت نقول في هذا المقال هذا اللي دار نهار 19/11 كيقول لك اسيدي السكن امبيثا باش نشوف هيا السكن ما عرفتش اش كطلع لي هذه كيقول لك اسيدي السكن بدا كيبين لينا العلامات الاولى اولا اول علامات ديال كما قلنا الكلمه هذه ديسافيلراسيون يعني كتنقص في الاقتصاد اسبانيا. في اول مره ابتداء من 2013 كايلوس بريثيوس كيطيحوا الاثمنه فاش في منطقه برشلونه، واخا مدريد باقي مازال المساله طالعه، ولكن عرفتي شنو تقول برشلونه طاح الثمن؟ انا ما كنهضرش على برشلونه كابيتال، هنا كيتكلموا على برشلونه بشكل عام، ما يجيش واحد يقول لي ولا راه كذوب راه برشلونه. شوف انت لا كتعرف برشلونه كامله، برشلونه راه ماشي حي،
راه برشلونه كبيره. اذا كاينه حاجه سميتها لا ميديا، لا ميديا هي واحد ما كثير ما قليل اللي اغلبيه الناس كيمشيو ليه اللي كيشريو فيه. فانا كيقول لك سيدي طاح وسيبرتو تيقول لهم امبريفيسيبل كاميو سيكل، يعني غادي يكون واحد التغيير ديال المسار من بلاصه النمو غادي يهبط. لا موديراسيون تيغرا لا كومبرا بينتا بيلو تامبين غادي يقدر يوصل حتى عند الشباب في المنطقه ديال الكره، ونتمنوا ان شاء الله الشيء اللي كيشوفوا الناس. لا ايكونوميا بيير دي ريتمو، ها هو قال لك سيدي الجهد ديالها داك كيتهرس، والسكن كما كنقولوا حنا السكن هو الا بينتا سي اباراتارا، يعني غادي يكون واحد الرخاء هنا كيعلموا فيها في 11 نهار 19 في 11، يعني هذه ما كاملاش واحد تقريبا جوج اسابيع خرج هذا المقال هذا. هذا الشيء وقع ما بين شهر 7 وشهر 8. وكم دي كومو ايفولوسيون الميركادو لابورال ديبيندرا تامين دي كي سي رباخي تراسو دو ماس دالكيلير. كما قلنا هادشي الا جينا نشوفوه قبل، راه قبل هادشي شحال هادي ما بين 2013 2019 راه شي حاجه اللي ما دخلش للعقل. لا بيبيندا اللي كانت قبل 21% ماز باراتا بارلوس كين كومبرا بيرو 11% غاليه اللي كان كيشري، هادي راه الا جيتو تشوفو 21% غتولي رخص اللي غيشري مقارنه مع 11% اللي كان كيكري. واش فهمتوا ولا ما فهمتوش؟ هذا هو اللي خلى الازمات توقع في اسبانيا، وكان هادشي داروه فعلا كما كنقولوا حنا داروه خوفا من الازمه اللي سمعوا عليها جايه، وخوفا ثاني لان راه من واحد الناحيه اخرى راه الازمه غتخلق مجال باش تفتح امام الشباب كامل يقدر يوصل. هذا الكلام ما قلتوش انا، هادشي كيتقال من عندهم مايا، وبغيت نوصل لكم الهضره هذه. اصلا راه من مده وكيتكلموا الناس على ان راه كاين كاين غادي تكون واحد تغيير لمنهج السكن للناس اللي داخله لهذا العالم هذا، منهم اسر منهم شباب، والثمن ديال 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 الاجور خصو يرتفع باش الانسان يقدر يسمح لنفسه يكري او لا يشري او لا يدير شي حاجه، حيت الا كان الثمن ديال السكن مرتفع والاجور مبلوكيا راه ما غادي يمشي حتى شي واحد شي بلاصه. كما قلنا هذه من جهه. كيقول لك اسيدي في 2020، اذا كيقول لك في 2020 لاس ميزماس فوينتس المصادر كتقول ان غادي يكون واحد التحسين بيرو سيمبر انفيريور على سيفراس 2018، يعني غيكون احسن 2018 من ناحيه ديال الكرا ولا من ديال الشرا. ما عليناش ندخلوا لواحد المقال اخر اللي حتى هو بان ليا مزيان، هو قال لك فين كيطلع وفين كيهبط الثمن ديال السكن في نوفمبر. ها انتم كتشوفوا 3 في ديسمبر 2019، انا غادي معكم دقه دقه، يعني بديناها من اكتوبر وحنا طالعين. هنا غتشوفوا كاع المناطق، يعني من الموف اللي هو اقل من 0% حتى الفوت اكثر من 2%. هذا الشيء اللي كتشوفوا في هذا المقال هذا، راه غنخلي لكم مقالات وانتم ديك الساعه تراجعوهم مع بعضياتكم. البريسيو ديال الفيندا دي سيغوندا مانو ان اسبانيا باخو 1.5 نوفمبر، يعني مقارنه مع الشهر اللي فات. وكما كتشوفوا يعني راه كل شيء واضح، ما عندي ما نزيد انا. ايسو سي البانوراما ديال السيكتور الموبيليريو باريا موتشو انتر اون زونس يوترس، يعني كيقول لك كاين انخفاض او لا كاين فرق ما بين بعض المناطق وواحد اخرى. هذا الشيء كيبقى على حسب المنطقه، على حسب نوع العمل اللي كدير، على حسب انت فين بغيتي تسكن، على حسب يعني كل واحد وكيفاش. هنا غتشوف الكومونيتي سوتونوماس المناطق اللي غاليه والمناطق اللي غاداو كترخص. غنخلي لكم ثاني هنايا غتشوفوا نتوما كل شيء، المدن ثاني اللي غاليه والمدن اللي رخيصه. يعني هذا كيبان ليا مقال في المستوى حتى هو عنده ما يقول، وان شاء الله تستفدوا منه. غنشوف لكم اخر حاجه اخرى اللي كنظن ان اللي هي ديال البايس، الا بقيت لقيتها هنايا في نوال بيسي دي بيندا دوندي، لا ما هبطوش ما عنديش هنايا، واخا ماشي مشكل ندخلوا نشوفوه دابا. غادي نكتب هنايا البريس دي بيندا، خليكم معايا نشوف. ورجعنا من جديد، هذا هو المقال اللي خليت كتبت نوريكم. علاش؟ لان كما قلت اني كنمشي معكم دقه دقه باش تشوفوا كل شيء. الخبر 5 ديسمبر 2019 اللي هو ديال اليوم، اليوم داروه. قال لك سيدي البريسي لا فيفيندا مودرا سو كريسيمينتو ال 4.7 ال مينور ان 3 سانيوس، يعني ان السكن او الثمن ديال السكن اعتدل النمو ديالو 4.7 في هاد السنين من 2016 للمقارنه مع اليوم. هادشي كيقول هادشي منين جا؟ سيقول اني هاد الاني هذا شنو هو؟ هو الانستيتو ناسيونال دي ستاتستيكا او المعهد الوطني للاحصاءات. معليش
لا جينا نشوفوا هنايا كنقولوا بلاتي نشوف فين هو فين هو هذا اللي غادي ندخلوا ليه كما قلنا هو هذا اللي عندي. فكما كندخلوا كنلقاو المقال ها كلشي فيندي سي فيندي سي فيندي واخ. لا فيفيندا سينكاريثيو ان اسبانيا 4.7 انتري خولي سبتمبر، هادشي وقع ما بين 7 او سبتمبر كون ريسبكتو الميزمو. الا جيتو تشوفوا مقارنه مع 2018 يعني راه 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 كاين واحد الفرق كبير. وعاد باش في الالتيمو تريمستر ديال 2016 غايقول لي واحد ما فهمتش شنو 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 المقصود ديالك. المقصود ديالي ان كل عام في 3 شهور يعني 12 شهر. واخا الا جينا نضربوا الحساب ديالنا البريمي تريمستري ديال هاد 2019 كان 0.8%، واخا هذا الانتريز ديالو والسكن والبيع والشراء. والسيكوندو كان 5.3 والثالث 4.7 كما قالوا لنا الفوق. هاو شتو هانا نوري لكم 4.7 شنو معنى ديالو. معنى ديالو سمحوا لي دوختكم معايا ان الثمن غادي وكيهبط وغادي وكيهبط. والمقال ها هو هنايا قدامكم باش تعرفوا ان هادشي كله ما هو الا نتيجه ديال واحد النمو ديالاش دي ساتيليراسيون ايكونوميكا، يعني كاين واحد الاقتصاد اللي غادي وكيطيح الثمن في كل شيء. هذا ماشي معناه ان الثمن غادي يولي بطاطا، الثمن ديال الديور غيولي بطاطا لا، ولكن غادي يكون واحد يعني غادي يكون واحد استنشاق او لكن نقول انتعاش يقول لك واحد استنشاق استنثار يقول واحد انتعاش يعني غادي الناس تقدر تواكب الموجه وتقدر تشري وغادي يكون افتتاح. ونتمنى ان شاء الله يعني انا ما غاديش نطول اكثر، هذا هو الموضوع اللي عندي غير هناك المؤشرات ايجابيه من خلال العقار ان شاء الله وما يكون الخير. قارنوا هاد السنه مع 2008 2011 غتلقاو كاين اختلاف كبير وان شاء الله نتمنى التوفيق للجميع. كان معكم ريم برا والله يجيب تيسير للجميع الله يعاونكم.